بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن الجزء اللي موجود عندي هنا اللي هو المش. هنتكلم عن الأوامر الموجودة في المش، ودي خاصة بالرسومات اللي هي السوليد، زي عندي المجسمات اللي احنا اتعلمنا ازاي نرسمها. أنا رسمة بوكس زي ما احنا شايفين كده، وعايزة أعمل سموس اوبجكت. يعني ايه سموث اوبجكت؟ يعني انا بحول الكائن السوليد اللي قدامي ده لشبكه، تمام؟ لو انا قلت له 2D واير فريم اهو شايفين بيبقى عامل كده. طيب لو انا جيت قلت له بقى سموث اوبجكت ودوست عليه بالشكل ده كده ودوست بيمين الماوس، حول لي السوليد ده لشبكه زي ما احنا شايفين كده، خطوط شبكيه بالشكل ده، تمام؟ لو انا جيت قلت له شيدد اهو. طيب ممكن ان انا اغير فيه الاعدادات دي. هاجي ارسم بوكس تاني بالشكل ده كده، تمام؟ وهاجي اعمله هنا 2D واير فريم، واجي اقول له هنا بقى الاعدادات فين. عندي مش هنا وفي سهم صغير هنا كده، هدوس على السهم ده كده اهو ظهر لي اعدادات. انا هقفل بس كده عشان تبان لي. هاجي اقول له السهم ده كده ادوس عليه، وبعدين هنا عندي المش تايب فيها ثلاث اختيارات زي ما احنا شايفين كده. على حسب الاختيار اللي احنا بنختاره بيتغير لي شكل المش اللي احنا بنعمله. اول حاجه عندي اللي هي سموث مش اوبتمايزد، ودي اللي هي عاملينها دلوقتي، اللي هي عملناها دي اللي عندي هنا في اليوز اوبتمايزد جنبها صح، والابلاي سموثين جنبها صح. طيب انا هاجي اشيل من عليها الصح اللي هي ابلاي سموث اللي هي موجوده عندي هنا دي، شلت من جنبها الصح، واجي اقول له سيلكت واختار البوكس ده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر. هنا عندي بقى في بريفيو بنشوف قبل ما ايه وافق على الامر، غير لي عملها لي على شكل مكعبات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يبقى مش نفس الشكل ده. طيب انا عايزه ارجع تاني الاعدادات، بدوس على اسكيب من الكيبورد، وهاجي عند تاني حاجه عندي هنا اهي موستلي، بدوس عليها بالشكل ده كده. هنا قفل لي على طول الابلاي سموثين ان هي ان انا مش هعملها في الامر ده، وهاجي اشيل من يوز اوبتمايز هشيل الصح من عليها، واجي اقول له سيلكت اوبجكتس واختار الاوبجكت اللي عندنا ده وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اقول له بريفيو. شايفين الشكل اتغير لي شكل الشبكه زي ما احنا شايفين كده، هدوس بيمين الماوس كده انا خرجت من الامر. ممكن بقى ان انا ازود السموث بتاع الشبكه اللي انا عملتها دي. هاجي هنا عندي هنا سموث مور وادوس على الشبكه دي وادوس بيمين الماوس، تمام؟ ممكن نفس الكلام في الجزء ده كده وادوس بيمين الماوس عمل لي الشكل اللي احنا شايفينه ده، غيره لي خالص بالشكل ده. لو انا عايزه اقلله بدوس على سموث ليس وادوس عليه على الاوبجكت، وبعدين بيمين الماوس بيرجع لي تاني زي ما احنا شايفين كده. اخر حاجه الريفاين، نفس الكلام بيزود لي السموث اللي موجود او بيظبطه لي، بدوس عليه كده وبدوس بيمين الماوس بيزيد معايا زي ما احنا شايفين كده، ما بيزيد لي عدد الشبكه اللي موجود. يبقى احنا اتعلمنا النهارده اوامر المش في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.